السلام عليكم. الدنيا دوارة فيها العجائب. هذا واحد يقول وأنا صغير يمكن عمري حوالي 20، نزلت في عمارة بالرياض. العمارة دي الشقة كلها مستأجرينها هلي وجماعتي. يقول وأنا نزلت في الملحق ولجيت مرهق آخر الليل ونزلت في الملحق ونمت ما على بالي طاري. يقول صحيت الفجر على واحد يطق باب الملحق بقوة وبشدة وبعنف. يقول نظرت وطلعت بشوف منه إلا واحد ما عارفه، رجال مو صغير بالسن، يقول هاوش. ويقول اكتشفت من هواشه إنه الجماعة والربع ما دفعوا أجار الملحق. يقول وأنا ما أدري، وأول مرة أشوفه وأول مرة أجي فيها الملحق. الرجال هاوشني وكرشني وطردني. يقول نمت عند قرايبي في نفس العمارة وعلمتهم بالسالفة. يقول قالوا والله ما نجلس في عمارته. قالوا والله ما نجلس، نبي ننتقل في العمارة اللي قبالي، والعمارة تو منتهية وجاهزة وجديدة. يقول هم كانوا مستأجرين العمارة كلها. يقول فعلا شالوا قشم خلال أسبوع، أخلوا العمارة له وقالوا هذا المفتاح. يقول مرت الأيام ودارت الأزمان، واشتغلت في العقار، والعمارة دي جلست فاضية تقريبا 11 سنة أو 12. يقول أنا اللي أجرتها بعد حوالي 12 سنة، سبحان الله العظيم جلست فاضية بسبب آكل يوم الرجال، يوم أنه سوى هالموقف هذا مع الرجال، منهم كانوا مستأجرين وكانوا يدفعون وكل شيء، كانت أمور ماشية. يقول أجرت العمارة بنفس المبلغ تقريبا اللي كانت مؤجرة بها هاك الأيام. شوفوا قديش فقد يعني سنوات طويلة والعمارة خالية، ولا أجرها إلا الولد اللي هو طرده من الملحق. وجاني دخل عندي في المكتب ووقعت له على عقد التأجير. فسبحان الله، سبحان مغير الأحوال. شوفوا الأيام كيف الدور. العاقل من يحسب حساب هالأمور والمواقف. مع السلامة.